السلام عليكم. النهارده كان عندي عربيه نيسان قشقاي الشكل الجديد 2018 اللي هي بتكون موتور 1200 تربو. مبدئيا كده نتفرج على جسم العربيه، انا عايزكم تشوفوا حجم العربيه دي قد ايه، يعني حجم الجسم بتاعها قد ايه. انا واقف جنبها وانا عشان تشوفوا فرق الحجم، شايفين حجم العربيه قد ايه، المفروض مقاومتها للهواء قد ايه، وزنها قد ايه، والتعشيق بتاع شايفين حجمها. العربيه ضخمه يعني، تمام؟ يعني دي مثلا لا تقارن مثلا بعربيه سيدان زي اللي معايا، مثلا زي العربيه الالنترا ال 1600 اللي في وراكو دي، وريهم كده. يعني ايه الهدف من المقارنه الغريبه دي؟ ركزوا بس معايا، شايفين دي حجمها قد ايه، وزن وحجم وارتفاع وحاجات كده، وضخامه وجنوط 19 وحاجات كده. تعالوا بقى معايا كده، احنا قلنا تاني الموتور ده 1200 تربو. انا دلوقتي حليت الصوروت بتاعها اللي هي البوابه، الزور بتاعها اللي هي بتتنفس منه، الزور ده بتاع العربيه ده اهو، شايفين حجمه قد ايه، شايفين مقاسه. طيب ده كده الزور بتاع عربيه لانسر بوما، شايفين حجمه قد ايه، باين في فرق في المقاس. وده كده بتاع عربيه ايتن وبيكانتو اللي هو بيكون 1000 سي سي، عربيه 1000 سي. تعالوا بقى ايه، انا عايز اوريكم حاجه هنا بالمقاس، واسيبك من النظر يعني. تقريبا كام؟ 4 سم، احنا بنقيس هنا على الصفر. تقريبا 4 سم. طيب تعالوا هنا كده بقى. احنا بنتكلم هنا على القطر. شايفين هنا القطر فين؟ شايفين الفرق قد ايه؟ يعني اهو هنقيس هنا على دي اهو. القطر كده هنلاقيه 5 سم مظبوطين. شوفوا هنا بقى. شايفين الفرق قد ايه؟ 1 سم كامل في القطر. طيب خلونا هنا بقى نقارن ما بين المكنة الـ 1000 اللي هي ايه؟ تقريبا يعني هيبقوا يعني 1000 سي سي، موتور بتاع الانترا، بتاع ايتن، بكانتو، حاجات من اللي هي العجل الصغير ده. شايفين؟ شايفين يعني الفرق قد ايه؟ في تقريبا 7 مللي فرق. غير طبعا ان الثروتل او البوابه بتاعت عربيتي اكبر من دول شويه كمان. الفكره هنا بقى في ايه؟ الفكره ان دي تتنفس منين؟ يعني الجسم او اعتراضي هنا على ان الموتور ده صغير قوي على القالب ده. هتقول لي عليه تربو، وتربو بيعوض الفرق ده. هقول لك طيب ما هو التربو تحت ال 2000 لفه مش شغال، لان في حاجه اسمها تربو لاج، هو تحت ال 2000 لفه ضغطه ما بيعملش حاجه. فانت تحت ال 2000 لفه اللي هم تقريبا ماشي المشي العادي اللي هو جوه البلد 1500 لفه او حاجه، انت ماشي بالجسم ده بالضخامه دي على موتور 1200 سي سي بيتغذى من البوابه دي. انتوا شايفين دي؟ والله العظيم تحس انها بوابه عيل صغير. فاهمين؟ طبعا هتقول لي طيب ما هو هم مصممينها وانت مش احسن من اللي مصممها والكلام اللي انت فاهمه ده، ماشي زي الفل. في هنا حاجه اسمها كفاءه حريق، كفاءه الحريق بتزيد كل ما زاد عدد ذرات الاكسجين اللي هي اصلا موجوده في الهواء العادي، فكل ما دخلت هواء للموتور افضل او زودت له الهواء اللي داخل كل ما زادت كفاءه الحريق. الموضوع ده انا شرحه تفصيليا، وكل حاجه عن التربو، كل شيء عايز تعرفه عن التربو النهارده باذن الله الساعه 8 مساء هيكون في حلقه متخصصه قوي عن موضوع التربو ده، اتفرجوا عليها يعني تقريبا فيها كل حاجه. كل الاسئله بقى اللي ممكن تدور في بالك بقى، مميزاته، عيوبه، مشاكله، ينفع ان هو يركب على العربيه بدون تربو ولا لا، طيب اشتري عربيه زي دي كده بتربو ولا لا، ايه المانع ان انا اجيب عربيه زي دي بالحجم ده ويبقى الموتور صغير كده. كل ده انا شرحه النهارده الساعه 8 مساء. ولكن نبذه صغيره كده، ليه دايما العدائين السود بتلاقوهم هم بيفوزوا في السباقات بتاعه الجري او السباقات اللي هي بتاعه المسافات الطويله؟ دايما السمر علشان درجه الحراره بتاعه الجو عاليه اللي هو ربنا خلقهم فيها، فذرات الاكسجين بتبقى اقل، فدايما تلاقي مناخيره الفتحات بتاعه مناخيره واسعه. دايما لاحظ كده ان العرق الاسود هتلاقي مناخيره دي فتحاتها واسعه عشان تجمع هواء كتير. لذلك لما بيروحوا في البلاد البارده ويبداوا ان هم يدخلوا في السباقات بتاعه التحمل والجري والكلام ده، هو كفاءه تغذيه جسمه بالاكسجين افضل من الابيض اللي هو اصلا الجهاز التنفسي بتاعه بيكون اضيق شويه، ابتداء من الانف ومرورا بقى بالشعب الهوائيه بالكلام ده كله. فالفكره ان هنا حتى في جسم الانسان كفاءه الحريق بتزيد او كفاءه الاستخدام الامثل للاكسجين بتزيد مع زياده الفتحات اللي بتغذيه. فانت هنا عامل لي فتحه زي دي تمشي جسم زي ده، يعني تخيل دي تاني اهو، دي بتاعت البيكانتو، البيكانتو اللي هي موتور 1000 سي سي. البيكانتو دي عربيه هات شباك اللي ما يعرفهاش، عربيه هات شباك قد كده اهو، عربيه صغننه كده لعبه. تمام؟ ده كده بتاع لانسر البوما ال 1300 سي سي. بتاع لانسر البوما ال 1300 سي سي، شايفين قد ايه؟ ال 1600 بيكون اكبر شويه. فهل من المنطقي ان انت تعمل لي بوابه زي دي او موتور زي ده على الجسم ده؟ دي نقطه اعتراضي.
زي ما قلت لكم، لو عايزين تعرفوا كل التفاصيل بالشرح كامل للتربو بطريقته، بالتربو اصلا في ايدك، همسكه لك في ايدك وافرجك عليه النهارده الساعه 8 باذن الله، انتظرونا. دي كانت نبذه صغيره بس واعتراض مشروع من حقي ان انا اعترض على تركيب الموتور الصغير ده على البودي ده. لذلك المواتير دي دايما عمرها قصير في العربيات دي، يعني سواء بقى في الكاتجار، في العربيه نيسان كاشكاي، في كل المواتير اللي نازله مواتير صغيره 1200 تربو على اجسام بالضخامه دي، دايما هتلاقوا ان عمرها قصير. العربيات دي عمرها قصير والمواتير بتاعتها دايما بتفوت بسرعه، وتلاقي التربوهات بتاعتها التوربينه بتاعتها بتهرب زيت وتبدا تاكل زيت وبتاع. المهم استنونا ان شاء الله النهارده الساعه 8 مساء في فيديو جامد قوي عن التربو. اشوفكم باذن الله على خير في تركات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وايه، سلام عليكم.